الجامعات، بس حسب اللي سمعته انه جامعة الكفير، حسب اللي شفته ايضا هي جامعة رسمة وتعليمهم مضبوط، كادرهم التدريسي زين، وكذلك مختبراتهم وبنائهم نظيف، ويعني حاليا انا اشوفها احسن جامعة. وحتى اللي يطلع من الاوائل عندهم مثلا عروض، الى مثلا اللي يطلع من الاوائل يقدرون يسوون معيد من يتخرج بجامعتهم، واكو هواية فرص عمل له طالب جامعة الكفيل، ان شاء الله يعني مستقبله مضمون اكثر. انا انصح الطلاب يسجلون بهاي الجامعة، ليش؟ لان جامعة موفرة كل شيء للطلاب، بنايات، مختبرات علمية جيدة، رسالة بالتدريس، يعني افضل اساتذه بالمحافظه موجودين بيها. فانا انصح الطلاب تسجيل جامعه الكفيل الاهل. طبعا اختارين جامعه الكفيل لان متميز ادريسه وحتى الالكتروني، يعني نشوف بقيه الجامعات بالنسبه لجامعه الكفيل يعني ماكو مقارنه، يعني بناياتها حلوه ويعني الترتيب حلو بيها. اختاريت جامعة الكفيل لأن جامعة الكفيل رصينة وأمنيتهم قوية على عكس بقية الجامعات الأهلية بالعراق، فيعني من متخرج من نارا تحس نفسك متميز لأن معلوماتك قوية، تقدر تناقش أبو الحكومة، تقدر تناقش حتى اللي شهادته أعلى من عندك. بالإضافة لأنه يعني جامعة الكفيل يعني معروفة بالتزامها، يعني تحس نفسك في جامعة أكثر مما أن أنت مثلا جاي على سفرة أو سياحة، على عكس الشيء اللي نلاحظه مثلا في بقية الجامعات وخاصة الأهلية يعني.